السلام عليكم. حلقة اليوم من النصائح الصباحية من فوائد صباحية ستكون حول معدن السيلينيوم، وهناك المعادن التي أعطيت لها أهمية مثل الحديد والكالسيوم والفوسفور، يعني بعض المعادن يعني كثيرة جدا مثل الزنك مثل الكوبالت، لكن السيلينيوم يبقى معدن ذو أهمية يعني قصوى، لأن هذا السيلينيوم أولا يعني لا يوجد كثيرا يعني في الطبيعة، إنما يوجد في بعض المكونات التي يعني قد لا يستهلكها الناس مثل الأسماك. السيلينيوم يعني أول مصدر من الأسماك، ثم يعني فطر الكمأة يعني الترفس هذا، ثم يعني هذه بذور القرعيات، ويوجد كذلك في البيض البلدي، يعني صفار البيض البلدي كذلك موجود فيه هذا مكون سيلينيوم، ثم يعني يبقى الحبوب مثل القطانين مثلا الشعير مثل أشياء أخرى فيها يعني شيء ضئيل من معدن السيلينيوم، لكن يعني المصدر الكبير هو السمك. هذا معدن السيلينيوم هو الذي يحفز يعني هذه الجليتاتيون، يعني هذه الجليتاتيون أوكسيداز، والجليتاتيون أوكسيداز هي التي تكنس الجسم من الجذور الحرة، هي التي يعني تحلل الجذور الحرة وترميها من الجسم، وكذلك يعني هذه الريدوكس يعني الريدوكس يعني ريدكتاز، هذه الأنزيم هما يعني الاثنان هذو هما اللي يقوموا ب يعني الكلينس، يعني هما الذي هذه الأنزيمات هي التي تزيل السموم من الجسم من الجذور الحرة خصوصا. فالسيلينيوم لا يترك هذه الجذور الحرة تتراكم في الجسم، بمعنى أنه يعني لا يترك تكون بعض ضربات للخلايا مثل السرطان مثل يعني أشياء أخرى. هذه لما يكون يعني سيلينيوم بكمية معقولة طبعا، فالجسم يكون محفوظ من هذه تخريب الخلايا الداخلية التي قد ينتج عنها سرطان. فهذا يعني هذا السيلينيوم المسؤول طبعا عن رمي أو طرح هذه الجذور الحرة، والجذور الحرة هي التي تخرب الخلايا وتخرب على مستوى النسيج الأعضاء، ثم تخرب وظائف وتظهر أشياء مثل الأمراض المناعية وكذلك مثل السرطانات ومثل التهابات على مستوى يعني الجهاز الهضمي وما إلى ذلك. فمعدن السيلينيوم مهم جدا، حتى أن الأشخاص الذين لا يقدرون يعني على استهلاك هذه المواد الغذائية التي يوجد فيها السيلينيوم ممكن أن يقتنوه يعني كمكمل غذائي. يعني نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم.